مهندس كيميائي، مهندس كيميائي بامتياز. بأحد الأيام تم استدعائه من قبل رئيسته وتكليفه بمهمة جديدة. وجد الكيميائيون بالشركة إنه إذا خلطنا المادة A مع المادة B رح نحصل على المادة J. طلبت منه إنه يهندس هالتفاعل ويوجده. بدأ كيمو يفكر بالخطوات اللي لازم يعملها بالترتيب. بداية ونظرا لكونه شوي شكاك، فكيمو مو مقتنع تماما بحسابات الكيميائيين، مشان هيك قام أولا بدراسة الديناميكا الحرارية للعملية لحتى يفهم الظروف اللي ممكن تنفيذ عند التفاعل، مثل درجة الحرارة، الضغط، التركيب وطبيعة المذيبات. كل هاي متغيرات بقدر كيمو يتكيف معه ويضبطها بما يتناسب مع العملية. كمان لازم يفهم العوامل اللي بتأثر على معدل التفاعل ليستخدمها بشكل إيجابي، بالإضافة أنه لازم يقلق بشأن التفاعلات الجانبية واستقرار جميع الأنواع وتجانس الحالات. ثانياً، مجرد اقتناع كيمو بإمكانية تنفيذ التفاعل رح يبلش يحدد الأهداف والغايات من هالتفاعل، وكمان رح يحدد مصادر A ومصادر B الأقرب. إذا كانت صعبة أو غالية جداً فهو رح يتساءل إذا بإمكانه صنعها بنفسه. هالحسابات رح تعطيه تقدير لمقدار الكمية اللي لازم إنتاجها من أجل أن تكون العملية مجدية اقتصادياً. ثالثاً، رح يتجه كيمو لقلب العملية اللي هو المفاعل، وهون رح يتساءل عن نوع المفاعل اللي رح يستخدمه، هل هو PFR ولا CSTR ولا أي نوع آخر؟ وكمان رح يتسأل قد ايه حجم هذا المفاعل أو شو هي المواد اللي لازم نصنعه منه. طبعاً كيمو بيعرف إنه المفاعل وحده مش كافي، لأنه لسوء الحظ لا المادة A ولا المادة B غير موجودين بشكل نقي تماماً، ومشان هيك لازم يعمل بعض المعالجة المسبقة بعمليات مثل التقطير أو الترشيح أو التبلور وإلى آخرهم العمليات. تحتاج هالعمليات لمعدات خاصة بيكون بتصميمها وفقا لذلك، وهناك أيضا بعض المعالجة اللاحقة بعد الانتهاء من إنتاج المنتج. ما في شيء بيجي مجانا، هي أحد عبارات كيمو المفضلة. من أجل التشغيل الفعال بيحتاج أنه يوفر طاقة لمعدات معينة ويسحب الطاقة من معدات أخرى. كمان كيمو بيعرف أنه هالتفاعل تفاعل طارد للحرارة، وبالتالي بده يتأكد من عدم وجود فرصة أنه تتشكل نقاط ساخنة في المفاعل. كمان لازم يقرر نوع المادة العازلة ونوع الجاكيت وكيف يضمن نقل الحرارة بكفاءة بين هالأجهزة وهالمعدات. وكمان من أحد أفضل رهانات كيمو هو تبادل الحرارة بين تيارات متعددة، مشان هيك قام بتطوير شبكة مبادل حراري أو Heat Exchanger. خامساً، ولتجنب المستويات العالية من المواد المتفاعلة غير المستهلكة، رح ياخد كيمو بالاعتبار إمكانية وجود تيار إعادة تدوير، وكمان باستخدام المضخات رح يستطيع أنه ينقل خليط التفاعل من وحدة معدات لوحدة معدات أخرى. من المهم نتأكد من بقاء ظروف النظام ضمن الحدود المعينة للتشغيل المستقر، ولهالسبب رح يستخدم كيمو عدد كبير من أجهزة الاستشعار والمشغلات اللي بتمكنه يتحكم بالعملية. خلال هالعملية رح يضع باعتباره شعار السلامة أولاً، فمن الأفضل أنك تكون آمن بدل من أنك تندم كل مرة. وصلنا للخطوة الأخيرة وهي المخاوف البيئية. كيمو مهندس حساس للبيئة، مشان هيك هو لازم يتأكد من عدم إطلاق أي مواد ضارة محتملة بالبيئة، وهذا بتطلب وحدات خاصة وتدابير عزل. ممكن يستخدم أساليب مثل المعالجة الكيميائية أو الترسيب الكهروستاتيكي وإلى آخره من الطرق. طبعاً رح يحاول وإن أمكن العثور على أي منتجات سامة تم إنتاجها. وهيك بيكون كيمو أنهى شغله وخبر رئيسته واحتفلوا كلهم بنجاح المنتج. وطبعاً لا تنسوا اللايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم.